نحن الأردنيون نبني لا نهدم ونجمع لا نفرق. إني أحب هذا الشعب حبا عظيما، فلولاه لما كنت شيئا مذكورا. إنها أقوال مأثورة للملك الراحل حسين بن طلال طيب الله ثراه، عادت في ذكرى ميلاده لتذكرنا بوفائه وحبه لشعبه الذي كان وما زال في قلوبهم. هذا الاحتفال احتفال ذكرى وفاة المرحوم طيب الله ثراه لجلالة الملك الحسين. جلالة الملك الحسين هو يعني الأب الروحاني للأردنيين، وكان له محطات طيبة. فشيء بسيط نقدم كأردنيين وكأمانة عمان هذا الاحتفال لنستذكر خطى جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه. وإحنا زي ما نقول اللي خلف ما مات، جلالة الملك عبد الله وردتنا ومليكنا، مسيرته على خطى والديه، وهذا شيء يثلج صدورنا. بمناسبة ذكرى ميلاد الحسين استذكرت أمانة عمان إنجازات الملك الراحل ودوره البارز في إرساء قواعد الدولة الأردنية الحديثة ومؤسساته المختلفة. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الأمانة في حدائق الحسين برعاية أمين عمان عاقل بلتاجي. بالرابع عشر من تشرين الثاني دائما وأبدا يكون يوم إنجاز، يوم عمل، يوم نذهب فيه إلى الميدان نتكلم عن ما حققنا، نتكلم عن ما هو في جعبتنا، نتكلم عندنا بالمخططات. فأتينا اليوم بهذه المناسبة اللي هو يوم الوفاء للحسين الغالي، وبتوجيه من جلالة الملك كيف أن تكون المناسبة بإطلاق مبادرات، يعني انطلاقة متجددة، الأمانة انطلاقة متجددة. الحفل تضمن عروضاً موسيقية لموسيقات الأمن العام، عرض فيلماً لمسيرة الملك الراحل طيب الله ثراه بعنوان على دربه ماضون، رصد أهم مواقف جلالته في العطاء والبناء وذكائه في التعامل مع القضايا والمستجدات، إلى جانب عرض عدد من مركبات متحف السيارات الملكي في ساحة الاحتفال التي زينت بلوحات تحمل أقوالاً لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال رحمه الله. ألا أبو حمدة رؤيا.